لفهم أنه ما في تدخل سياسي في ليبيا من بريطانيا أو من دول الحرب. لم يحجم السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميلت عبث يده عن الملف الليبي بعد انتهاء مهمته كممثل لبريطانيا في ليبيا، بل أجاز لنفسه التدخل في القرار والمصير السياسي، مستغلا حسابه على تويتر لنشر التحريض والشائعات والترويج لها إعلاميا، آخرها نشره تعليقا يدعي نصح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على خلفية لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، قائلا إن عقيلة صالح شخص لا يمكن الوثوق به لأن هدفه الرئيسي حماية مصالحه الشخصية الخاصة فقط. رجل أعمال بريطاني رفيع المستوى قال إنه عمل في ليبيا 34 عاما التقى خلالها دبلوماسيين بريطانيين، مبديا أسفه الشديد باعتباره مواطنا بريطانيا أن يرى سفيرا سابقا يستغل موقعه لكسب المال، مطالبا بأخذ خطورة ذلك بعين الاعتبار. ينتهز ميلت نشر الشائعات ضد الجيش الوطني والترويج لها متضامنا مع زعم فتح بشاغة الذي ادعى دون أي سند أن الجيش الوطني قد استخدم غازات في منطقة صلاح الدين، الأمر الذي سلط الضوء عليه تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية كاشفة حقيقة الدور الذي يلعبه ميلت في ليبيا، وعن لوبي يقوده يرعى حلقات التواصل المباشر بين بريطانيا والتحالف الإخواني في ليبيا ويدير مصالحهما المشتركة. مصادر دبلوماسية تحدثت أن هناك لوبيا متنفذا داخل مؤسسة النفط يقوده ميلت، له علاقات وثيقة بشركة فيتل التي تعد أكبر تاجر نفط في العالم، ومصالح متبادلة مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله. وتشير المصادر إلى أن تعيين ميلت مستشارا لمؤسسة النفط التي يرأسها صنع الله كان دليلا على العلاقات القوية التي تربطه بالجهات المسيطرة على المؤسسة والمصرف المركزي في ليبيا، في إشارة إلى جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب. رأى مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة أن بريطانيا مستمرة في دعم الإسلاميين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من قيادات الإخوان المسلمين على المستوى الدولي والليبي هم مواطنون بريطانيون. في معظم زياراته إلى ليبيا لم يلقى الدبلوماسي البريطاني سيء السمعة أي ترحيب أو احتفاء يليق بصفاته، فلا تطأ قدماه أرضا إلا ويلقى من الإهانة ما يكفيه وأكثر. هنا في بنغازي حضر ميلت في زيارة أجراها للمدينة في نوفمبر 2017، فتجمهر حشد غاضب من المتظاهرين من أمام مقر البلدية حيث يوجد، في رفض لزيارته على خلفية سياسات بلاده العدائية ضد ليبيا. اختار ميلت لنفسه نهاية عمل مشؤومة عندما ساقه قدره زائرا إلى طبرق قبل إنهاء مهامه قنصلا بريطانيا، حتى تعرض هناك لأكاديمي في القانون الدولي فسمع ما لم يسره من الإبعاد والتوبيخ والازدراء. بل تجاوزتم كافة الحدود بانتهاككم للسيادة الليبية والتدخل في صنع القرار الليبي بشكل ساخر، إن أردت أن أهذب ألفاظي لا يمكن أن نقبله. يا سعادة السفير، زمن الوصاية قد ولى. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.